بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنشتغل بورتريه جديد، بنحاول قدر الامكان نقول فيه حاجة جديدة. طبعا زي ما احنا عارفين، اول حاجة بنعملها ان احنا بنروح من قائمة ايمج، بنختار ايمج سايز، نزود الكواليتي نخليها 300، نزود ال بسنتيمتر، بنزود العرض نخليه 40 سنتيمتر. اوكي، هناخد طبعا هي الصورة واضحة، التفاصيل واضحة، مش محتاجة ان احنا نعدل عليها، فهناخد نسخة منها دوبليكيت لير. من هنا نختار نيو وناخد النسخة دي نخليها على جنب كده عشان تكون دليل لينا واحنا شغالين. نحط لير للباك جراوند ولير نشتغل فيه. هنغير اللون الابيض ومن قائمة اديت نعمل فيلم. اوكي، هنشتغل بالسكتش اللي احنا مجهزين. طبعا اول حاجة بناخد الميد تون من الصورة الاصلية. اعدادات الفرشة اللي هنبدأ بيها من ترانسفير، في المرحلة الاولى بنقفل البين براش، نعمل اوف. هحاول بقدر الامكان اخلي الصورة الاصلية معايا عشان تساعدني، عشان احيانا السكتش مبيكونش كافي. ناخد لير جديد للشعر، ناخد لون وسط الميد تون، فرشة الشعر طبعا هحطها مع الدرس. مهم جدا مراعاة اتجاه الشعر، هناخد لير للبس، بالقطارة طبعا نحاول ناخد الدرجة الوسط ونغير الفرشة، نرجع للفرشة الأساسية اللي بنشتغل بيها، نتأكد من ترانسفير ونقفل هنا. نخلي الفرشة حادة شوية، وانا من رأيي انه مادام عندنا في منحنيات فالافضل ان انا استعين بالبنتول. نقفل اللير ده ونتأكد ان احنا مختارين شيب ونبدأ. لما يبقى في عندي كيرف ما سيبش الماوس قبل ما اسحب كده.
الحيطة اللي تحت هنسحب. بنرجع الشورت كات بتاع الأداة دي حرف البي. كنترول مرتين هنحرك. ممكن كليك يمين ونعمل ريسترايز عشان نقدر نشتغل عليه. مبدئيا الحرف بتاعه حاد زيادة عن اللزوم، وانا عايزاه يكون في بلور شوية. اختار بلور، فيلد بلور، القمة دي عالية بالنسبة لي، أنا عايزة أقللها شوية. معقول، أوكي. نقفلها عشان لو حبينا نشتغل عليها. بعد كده هيبقى عندنا لير العنب، ده طبعا لازم نستخدم فيه البنتور. هنسحب بعدين نحرر الماوس، نحط نقطة تانية، نسحب نحط نقطة تالتة، بعدين نقرب من نقطة البداية لحد ما يبان عندنا دايرة صغيرة كده. كده احنا قفلنا الشكل. لو انا عايزة اعدل عليه السهم ده، كنترول لحد ما يظهر عندي الهندل دي، ممكن نخليه شفاف عشان يبين لنا احنا ماشيين ازاي. هغير اللون منين؟ من هنا. اخد درجة اللون الوسط بتاعت العنب، هاخد من الشكل ده احدده كنترول، واخد نسخة تانية منه واعمل الباقيين كنترول سي، واتحكم في الشكل وفي السايد. ممكن اعملها من اول وجديد، بس كده هتقلل عدد الخطوات بتاعتي. طبعا هحتاج ان انا اعدل كنترول واشتغل عليه. هو كان يفضل ان انا اشتغل كل واحدة لوحدها في لير منفصل، ولكن مفيش مشكلة. احدد واخد الت كنترول تي، اكبر الشكل. كنترول تي، الت كنترول تي، كنترول الت كنترول تي، كنترول كنترول تي. بمناسبة ان احنا بنشتغل بالبنتول، عندي كلمتين عايزة اقولهم.
عادة بتلاقي ناس تقول لك انا بشتغل فيكتور، انا بشتغل فيكتور في الفوتوشوب. عايزة اقول لك ان ما فيش حاجة اسمها فيكتور في الفوتوشوب. ليه؟ لان الفوتوشوب ده برنامج نقطي، الصورة فيه عبارة عن بيكسلز. يعني لو عملت زوم لأي صورة في الفوتوشوب زي مثلا كده، نعلي الاوباستي، لو عملنا زوم كده في النهاية هتلاقي البيكسلز باينة، الصورة فيه بتتكون من بيكسل جنب بيكسل جنب بيكسل، فتكون في النهاية الصورة مهما كانت درجة الكواليتي بتاعها. ولكن ده مش هتلاقيه في البرامج الفيكتور زي الستريت. ده برنامج فيكتور يعني متجهات، خط، هتلاقي الصورة فيه بتتكون من خط جنب خط جنب خط. الصيغ اللي بتخرج من الفوتوشوب، يعني انت لو اشتغلت وجيت تسيب الصورة في الشكل النهائي مش هتلاقي فيها الاكستنشن AI. انت ممكن تشتغل في الفوتوشوب بالبنتول اوكي، بس مش هتخرج شغلك فيكتور، مش هتخرجه AI، هيبقى صورة، مجرد صورة. ولكن ممكن تشتغل بالبنتول ويبقى اسم شغلك فيكسل ارت، اللي هو اول حرفين من فيكتور واخر حرفين من بيكسل، وده يعتبر يعني اختراع. ايه الفرق بين الصورة اللي خارجة من الفوتوشوب واللي خارجة من الستريتور؟ يعني مثلا في الستريتور مهما كبرت مهما عملت زوم مش هيحصل اي تشوه للصورة، لكن في الفوتوشوب جودة الصورة بتتأثر لو كبرتها، الصورة بتتأثر لو كبرت حجمها، بيحصل تشويه لأن هي عبارة عن بيكسل. كنترول وألت بتظهر لنا الأداة كده، نقدر نرجعها للشكل الحاد أو نشد نسحب كده فتبقى فيها كده. دلوقتي هنتعامل مع العنب، عشان نقدر نحط الظلال والإضاءة فلازم نعمله ريسترايز، وطبعا نقفل بالقفل ده عشان لما بنقفل لو جينا نلون في أي حتة كده بره الطبقة بره الرسم مش هيحصل أي تأثير. هناخد ظل، درجة الظل مثلا ناخد الميكسر براش تول ونحاول نسيح اللون. نعلي قيمة الميكس شوية. نقلل قيمة الميكس الزيرو عشان نحط اللون من الاول. طبعا اللي المفروض ان موقعها تحت الظل فيها يبقى زيادة.
هناخد الإضاءة أو هناخد الدرجة وسط ونخلي فيه حتة هو المفروض ان احنا نعمل بلور الاول، هنقلل القيمة ممكن بدل الفرشة نستخدم دوجي كولر، دوجي تول، هنستخدمها للتفتيح. ناخد الفيرن تول نعمل الظل، طبعا دي عندها ظل من ناحيتين، بتاع العنباية اللي فوقها من هنا والعنباية اللي فوقها من هنا، وفي هنا ظل، المفروض ان دي عندها ظل واضح من الناحية دي، ومن هنا يبقى خفيف شوية. الهايلايت
في هنا options بتشتغل على الميد تون او الشادو او الهايلايت. ناخد الميد تون هتدينا نتيجة مختلفة. طبعا بعد كده هننعم هنا هنستخدم الفرشة العادية ونغير المود بتاعها لدوج كولر كولر دوج. ممكن نخليها سكرين تديني نتيجة أفضل. يعني نسيح الأول عشان نشيل الدرجة الشديدة دي لأنها مش مناسبة. لو كنا اشتغلناها كلير منفصل كان ممكن نقللها. مش موفقة خالص. نقلل في الشاي نرجع لها تاني بعد ما نعمل الايد. برضو نستخدم البين تول. نبدأ بنقطة في كل انحناء هنسحب قبل ما نحرر. لو النقطة مش في المكان المظبوط هنضغط على كنترول ونحركها المكان المناسب. النقطة اللي بعدها هنسحب عشان في هنا كيرف ونضغط على الألت وندوس على النقطة. نضغط على الألت محتاجين نحط نقطة هنا كنترول ونحركها ونعدل على مكانها. نرجع ندوس هنا تاني Alt كنترول ونعدل مكان النقطة. النقطة دي مكانها مش مظبوط. Alt وعدل عليها.
مظبوطة. طبعا عشان اقدر اعدل عليه كليك يمين هنا واقول كرست رايت واقفله. ممكن اديله درجة بلور قيمة بسيطة، نغير المود لنورمال، نتأكد من اعدادات الفرشة. انا بين براشر وبين براشر. لما نحط اللون بيتحط قليل قوي، فنقوم مقللين قيمة الميكس عشان اخد قيمة اكبر، وهكذا نكبر الفرشة عشان المساحة دي كبيرة. من الجيم نسافر اي مشكلة بتحصل في الاعدادات بتاع الميكسر براش تول، نقوم راجعين للبريت الخواص، هنلاقي ان في مشكلة. عايزة اضيف درجة افتح او درجة اي لون، لازم اتأكد ان انا عشان اخد القيمة الكلية للون ده ان انا مخلية الميكس على الزيرو. هناخد البيرن تول ونشوف نتيجة الفرشة في التلات اوبشن، تلاتة اوبشن ميد تون. الشادو هاي باي خلينا في الميد تون، نحط التفاصيل نرفع عن كده شوية من الجيم.
قيمة عالية أوي بدونها. ناخد سمنت هنعمل جريدنت الخلفية زي اللي موجود في الصورة الأصلية. هنحدد هنا، في هنا لونين، هنا الغامق وهنا الفاتح. هنبدأ من هنا، نلاحظ ان هو كورنر العكس. هنغير الاتجاهات، مكان الالوان اللي في اليمين هيبقى في الشمال. هنرجع للوش، نحاول نقلد الظلال اللي فيه. هو طبعا الرسم كله عبارة عن ظل وضوء. بنحط ظل وضوء. هنبدأ نسيح، فنعدل قيمة الميكس. نحط اللون الفاتح.
برغم ان هنا في اضاءه موجوده هنا، بس مش كلها بنفس الشده. يعني لاحظ ان هنا الاماكن دي الاضاءه فيها مختلفه، شدتها اعلى. لسه هنحتاج برضو نشتغل زيادة في التسريح. في هنا جزء رفيع أوي، طبعا ممكن نشتغل بالبيردول في الحالة دي، في المرحلة دي، على الخطوط الرفيعة. نبدأ نشتغل على العيون. هنغير المود لنورمال.
ممكن برضو بير متقل أجزاء اللي هي يكون فيها كثافة أو مظللة أكتر. هنقلل الأوباسيتي بتاع الأستيكة شوية والفرش، ونمسح الأطراف بفرشة سوفت. كلير جديد، نحاول نعمل تأثيرات الظل وناخد فرشة مختلفة.